بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها التونسيون والتونسيات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، عملا بأحكام الأمر الجمهوري عدد 727 لسنة 1988، القاضي بتعيين بداية كل شهر قمري بالرؤية مع الاستئناس بالحساب، فقامت لجان الرصد الجمهورية في كل ولاية من ولايات بمهمتها على أحسن ما يرام، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وحيث ثبتت رؤية الهلال قطعيا وعلميا وفلكيا كما ثبتت في دول عربية وإسلامية أخرى، وبغروب شمس اليوم 29 شعبان 1440 هجريا، فإن غدا الاثنين 6 ماي 2019 هو أول يوم من شهر رمضان لهذا العام الهجري 1440. وبهذه المناسبة السعيدة نتوجه بالتهنئة الخالصة إلى السيد الباجي قائد سبسي رئيس الجمهورية، والسيد محمد الناصر رئيس مجلس النواب، والسيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة، ولكل التونسيين في الداخل والخارج بحلول شهر رمضان المبارك. جعله الله مباركا على بلادنا وشعبنا وعلى سائر الشعوب العربية والإسلامية. أعاده الله علينا جميعا وأمثال هذه المناسبات الدينية السعيدة باليمن والخير والبركة والسلامة من كل مكروه، وكل عام ونحن جميعا مسلمين بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.